في عالم الاقتصاد يقال لا تضع بيضك في سلة واحدة، لكن سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب ستمنح فيسبوك البيضة والسلة بل وأنت أيضاً. محادثات ربما شهدت أكثر لحظاتك خصوصية، صوراً وفيديوهات ومستندات بل ومكالمات، كلها غداً في مهب الريح بين ليلة وضحاها. كبر واتساب، الطفل الذي انضم لعائلة فيسبوك قبل 5 أعوام تقريباً، وبعد أن توسم المستخدمون بأنه قادر على حمل المسؤولية عن كاهل شركته الأم فيسبوك التي عانت خلال السنوات الماضية من فضائح لا حصر لها على صعيد الخصوصية، فجأة تطبيق المراسلة الأكبر في العالم صاحب 2 مليار مستخدم عملاءه بتعديل جديد في سياسته لتصبح الخصوصية مجرد كلمة مع إيقاف التنفيذ. التعديل الجديد للواتساب يمنح بيانات المستخدمين لشركة فيسبوك أو غيرها من الشركات التي تتعامل معها، وليس أمام المستخدم سوى القبول أو القبول وإلا ترك التطبيق. فهل هي ديكتاتورية تكنولوجية من واتساب أم شفافية يعلنها تطبيق امتلأت مسيرته بالتسريبات والفضائح؟ ليست المرة الأولى التي يتورط فيها تطبيق واتساب في أزمات مع مستخدميه تتعلق بالخصوصية. 10 مايو 2019 نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً تحدثت فيه عن وجود ثغرة أمنية في تطبيق واتساب تتيح سرقة بيانات المستخدمين دون علمهم فقط من خلال مكالمة صوتية، ولا يحتاج الضحية إلى الرد على تلك المكالمة من الأساس. وقبلها بعام واحد تعرض واتساب أيضاً لثغرة تخص مكالمات الفيديو وغيرها الكثير من المحاولات التي ربما تصدى لها التطبيق دون علم المستخدمين. واتساب طبق التشفير الكامل عام 2016 ليحمي رسائل عملائه من الوصول إلى أي أياد غير مرغوب فيها، وفي نفس العام أعلن التطبيق نفسه عن مشاركة بيانات المستخدمين مع شركة فيسبوك، لكن وقتها وضعت الشركة الكرة في ساحة المستخدمين ومنحتهم حرية الموافقة من عدمها، ليس كالشرط المفروض عليهم الآن. ربما لا تأتمن واتساب الآن على أسرارك، فما البديل؟ مع كل أزمة واجهت واتساب تصدر تطبيق تيليجرام المشهد ليحصد ملايين المستخدمين الجدد، حيث يقدم التطبيق مجموعة من المزايا أهمها مستوى الحماية، حيث يدعم التطبيق خاصية التشفير الكامل لكنها غير مفعلة تلقائياً، والطريقة الوحيدة للاستفادة من التشفير هي استخدام خاصية الدردشة السرية، لأن مجموعات الدردشة لا تخضع لهذا النوع من التشفير على التطبيق، وكذلك أجهزة الكمبيوتر التي لا تعمل بنظام ماك أو أس. لكن لدى تيليجرام إجراءات مشددة في فك هذا التشفير، ولا بد من إجراءات قضائية رسمية للوصول إليها. تيليجرام ليس الخيار الأوحد، فتطبيق سيجنال صاحب الحظ الأوفر في أزمة واتساب الأخيرة، خاصة بعد إعلان إيلون ماسك عنه عبر تغريدة بحسابه على تويتر. سيجنال يتمتع بتقنيات تشفير عالية ويعتبر الأفضل فيما يتعلق بالأمن، حيث تميز التطبيق عن واتساب وتليجرام بابتكار طريقة جديدة للاتصال بين المرسل والمتلقي سيلد سندر أو المرسل الخفي، وتعني ببساطة عدم إمكانية معرفة من يراسل من ولا حتى التطبيق نفسه، مما يضمن أقصى درجات الخصوصية، إضافة إلى تشفير كافة الملفات الداخلية للتطبيق تلقائياً بكلمة مرور مكونة من 4 أرقام. كما يدعم التطبيق الآن المكالمات الجماعية المشفرة، لكن قاعدة واحدة تبقى صحيحة مع جميع الشركات التكنولوجية المنتجة للبرامج والتطبيقات، وهي
إذا كنت تستخدم المنتج ولا تدفع ثمنه فأنت هو المنتج. شارك برأيك، هل تثق في تطبيقات المراسلة بعد الآن؟